الآن نقدم لكم بكل فخر كراكيب التسعينات. التسعينات فترة بائسة في عمر الطفل المصري، ما عشتش فيها كتير، يعني الشارع، يعني أثار الفاميلي، يعني ماريو. اللي كان بربع جنيه تقدر تجيب كاراتيه ونايتي والبان. خمسة عتاب قبل فضيلة، شرايط الكاسر. عشت عمري قبل منك يوم، لما جيت لي تاني عشت كله في يوم، عودوني. خلاص تمام. فتحي يا وردة، قفلي يا وردة، وهنا وردة وهنا وردة. عالم سمسم، عالم سمسم. سعيدي في الجامعة الأمريكية كان مكسر الدنيا. المسلسلات بقى طبعا عبد الغفور البرعي، البخيل وأنا، بنلعب عفشة الملك. كنا آخر يوم امتحانات كنا دايما بنقول لا مذاكرة بعد اليوم، لعب الأولى أهم. من كرتون التسعينات فاكرة باص المدرسة العجيب كونان، كابتن ماجد يشوط الكورة في الحلقة رقم 2 تخش جون في الحلقة رقم 26 مثلا. النمر المقنع، فداي الشجاع، وجلندايزر، أفروديت كان بيطلع منها صواريخ كده من حتت غريبة، فكان الموضوع ده بقى خلاني عندي حساسية إن أنا أسلم على أي ست. حقيقة يا جماعة أنا ذكرياتي في الألفينات كانت أكتر بكتير للأسف.